تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. من نواحي مدينة أزرار الإخوان، فلوك ديال اليوم إن شاء الله مع السمادي، نحشو شوية ديال القسيل أقلاس. هذا هو اللي تيقول أقلاس، يعني صراحة الإخوان شفت أحسن طريقة هي هذه، صراحة أحسن طريقة هي هذه. أنا خدمت بها ولكن كان عندي داكشي قليل، انطلقت فيه الحوالة. بالنسبه للناس المتتبعين غادي يشوفوا الحلقات اللي كنا درنا، ولكن صراحه الاخوان يعني احسن طريقه هي يعني تحش وتدي الغنم، تحش وتدي الغنم ولا الحولي ولا الخروف، تعطيه ياكل في الفراوات منها ما تيكرفش، حتى القسيل ما يتكرفش، ومنها الخروف عاوتاني تياكل راحتو. كما تشوف معنا الاخوان، يعني الشميشه راه مغيمه، ذكري اليوم ماشي شي، ونتمنوا من الله الثبات الله يرحمنا. هذا الاخوان راه سقويه، هذه الارض هذه سقويه، هذه سقويه. هذا راه مزروع في شهر 8، في التالي ديال شهر 8 وشهر 9 فاش مزرع، وتبارك الله كاينه النتيجه. كما تشوفوا هنا الخطاط راه محشوش، هنا راه مشى تيسبل. وبالنسبة لهاد السبل حنا الإخوان هنا ما تنشوفوه حتى شهر 5 شهر 6 عاد تنشوفوه، واكل الأرض تبارك الله اللي مهلية وواكلة بكري راه تتعطي بكري. المهم الإخوان نتحاورو شوية مع السي مهدي، وإن شاء الله راه غادي نسرجيو في الطوموبيل. هما تيجيبو التراكتور، تيسرجي في الشاري ديال التراكتور، الشاري راه تدخل التراكتور تال لداخل، كاين تا دابا راه الطوموبيل راه دخلناها لداخل، غنسرجيه بالمترو، اللهم يسر، تيصوت الريح، الله يرحمنا بشي شيو، اللهم اسقي عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك، واحي بلادك الميت. اخويا غادي نحشو ان شاء الله. على حشو شويه ان شاء الله، اللهم امين اسيدي. كتسقيو؟ فيها سقا، اللهم امين اسيدي. انت مزرع؟ يمكن شهر 8. شهر 8 فاش مزرع؟ نجدو هاد القسيل عاوتاني، الكسيبه ما تاكل. الحشو ندو ديرو صباك. نشارجي صوبه ان شاء الله. تضرب اللفه؟ اللفه ولا ماذا؟ دابا صافي كلشي ناضي، كلشي ناضي، كلشي ناضي، خاصنا تيسرع الله. الله يسرع يا ربي امين، يا ربي امين. قبل ما تزرعوا ديك الساعه 10 8 ما كانش الشتا لا والو؟ لا ما كانش الشتا، سقينا عاد زرعنا. عاد زرعنا اييه عاد كيصفر. كيصفر سهوله تلقاه. يا ربي امين. Oh,
من الإخوان بعد ما سالينا في الشام ني ضروري صابكين شويه ديال الريح باش نزيدو نوليو بزاف ديال الريح. نتمنى لكم يعجبكم الفلوق، تحياتي لكم. بالنسبه لهذا الشيء اللي بقى تتجي النعجة دابا اللي تخرج تسرح تتوصل حتى لهنايا هي اللي تتلقط هذا الشيء اللي بقى. اللهم يسر. تبارك الله عليكم، تحياتي لكم الاخوان. فلوق من نواحي ديال الازرو. تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بالنسبه للناس اللي تفرجوا فينا ما ينساوش تفعلوا معنا في القناه، خليونا بصمه. الناس اللي دخلت عندنا اول مره تبارك على زر الاشتراك، وان شاء الله ديما تكونوا جديد. تحياتي لكم. Thank you.